على مواكبته وتغطيته لفعاليته في المكتبه الطبيعيه السنه صاحب الجلاله وكان طاب بدورته من 20 هذا المهرجان حشد فيه مجموعه من الفرق في صالة عمان وتونس والجزائر ولبنان والرباط وكذلك اخوان لتتنافس بفضة بشرف الفوز باوسكار المهرجان ويقام على هذا المهرجان كرنفال يجوب جوانب المدينه وقراء الطفل ولعلنا اعتبارنا بمالك مسرح المهرجان صحيح الطفل خطاب الكوجاوية الامتياز وجسر للتواصل بين الأحبات وكذلك معك مسرح الطفل كذلك فرصة للترفيه عن أطفالنا وتبادل الخبرات والتجارب بين المنتمين في مجال الكوجا وتطوير الوقت الحر لأطفالنا وكذلك كما يهدف أن هذا المهرجان يرسم في مبادئ أو قيم التعايش السلمي والحوار والتواصل بين جميع الثقافات والشعوب فإن عن وجود الجغرافية الفقهية.